الشلل المتطور المزمن لعضلات العين الخارجية أحد الأمراض الموجودة. صورتها كالآتي: إنه متطور، يعني بيتطور بمرور السنين. بيبقى الطفل لو وراك صورته بتلاقي صورته وهو طفل طبيعي جدا، وطفل طبيعي جدا، ليس له عندي نوع من أنواع الحول، ليس عنده أي نوع من أنواع الارتخاء، العينين بتتحرك في جميع الاتجاهات حركة طبيعية جدا. مع مرور السنين كل ما الطفل ده بيكبر كل ما بيبتدي الشلل المتطور يظهر تدريجيا، بيبدأ أساسا واضح أكتر في العضلة الرافعة للجفن. بنلاقي الطفل بيبتدي يحصل عنده ارتخاء بسيط في سن الابتدائي، بيزيد في سن الإعدادي والثانوي، بيزيد جدا بعد كلما يكبر، حتى أن هؤلاء المرضى عند كبار السن إذا شفناهم بنلاقي عندهم ارتخاء كامل في الجفن، عدم استطاعة العين إلى التحرك في معظم اتجاهات الرؤية نتيجة الشلل اللي أصابهم في كل العضلات. في الحقيقة ما بنقدرش برضو نقدم كثير لهؤلاء المرضى أكثر من إن إحنا بنقدر نرفع الجفن لفوق حتى يروا بعيونهم. إذا كان عندهم حول أنسي أو وحشي ممكن ببعض العمليات ننجح إن إحنا نصلح هذا الحول بإجراء عمليات جراحية للعضلات الأفقية لهؤلاء المرضى.